قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. سمكتي الصغيرة جميلة مثيرة تعوم في الماء لا 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 كنت تبكين؟ نعم، لقد كسر فواز حوض السمكة. لم يقصد فواز، وها هو الآن يعتذر منك. أعتذر منك يا نورة. ما كل هذا الغضب والإعراض يا نورة؟ لقد اعتذر منك فواز، والاعتذار يقابل بالتسامح والصفح. ولكن تخطئين يا نورة إذ تبحثين عن أقل الأسباب كي تغضبي وتعرضي عن الصفح والتسامح التي هي من أنبل الصفات وأجملها. حسناً يا فواز، أنا أسامحك وأعتذر كذلك عن حدة غضبي، وأشكرك يا جدي على توجيهك لي أيضاً. هيا لنذهب جميعاً ونشتري سمكة عوضاً عن التي ماتت مكافأة لنورة لأنها سامحت فواز. سمكة. هيا